الاكس راي سيستم بيتكون من ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني هو الكنترول كونسول او اللو فولتج سيكشن من السيستم. الجزء الثاني هو الهاي فولتج سيكشن من السيستم. الجزء الثالث اللي هي التوصيلات اللي واصله بالاكس راي تيوب. الجزء الاولاني اللي هو اللو فولتج سيستم اللي هو واصل بالكنترول كونسول، ده بيتم فيه تحكم اليوزر في البارامترز اللي احنا بنحتاجها علشان نقدر نعمل بيها تصوير بالاكس رايز. يعني مثلا ازاي ان احنا نعمل ادجستمنت للكيلو فولت بيك، ازاي ان احنا نعمل ادجستمنت للملي امبير السكند، الحاجات دي كلها طبعا بنقدر نعملها من خلال الكنترول كونسول. ده بيتعمل في لو فولتج سيركت علشان تبقى ابسط فيه الامبلمنتيشن. بعد كده بعد ما اختار كل الحاجات دي، الفولتج مثلا الكي في بي اللي انا اخترته من هنا، يعني بختاره هنا كلو فولتج، وبعد كده بعمل له مالتيبليكيشن من خلال الهاي فولتج سكشن. بيبقى في عندي هاي فولتج ترانسفورمر يضربه مثلا في 1000 علشان اقدر احصل بيه على الكي في بي اللي انا محتاجه عشان ادرايف بيه الاكس راي تيوب. نفس الكلام برضو بنعمله بالنسبه للكرنت اللي احنا بنمشيه في الفيلمنت علشان بيسكلي نطلع الالكترونز اللي هي بتحدد لنا الكوانتيتي بتاعه الاكس راي بيم. وده طبعا برضو بنقدر نختار الكرنت اللي بيمشي بيبقى قد ايه من خلال الكنترول كونسول. نعمل سمري للاكس راي سيركت. بيبقى في عندنا ثلاث اجزاء اساسيين موجودين في الاكس راي سيركت. بيبقى في عندنا لو فولتج سكشن اللي هو متصل بالكنترول كونسول، بيبقى في عندنا هاي فولتج سكشن اللي هو فيه الهاي فولتج جنريتور، بيبقى في عندنا الاكس راي تيوب كونكشنز. بيبقى في عندنا الجزء الاولاني اللي هو الكنترول كونسول دوت اللي هو فيه اوتو ترانسفورمر. اوتو ترانسفورمر حسب الكيلو فولت بيك اللي احنا محتاجينه بنختار من هنا فولتج مقابل لي. يعني مثلا لو انا كنت بتكلم ان انا محتاج اعمل سيلكشن ل 50 او 60 كيلو فولت بيك، بختار هنا يعني تابس من هنا بحيث انها تختار لي هنا 50 فولت مثلا. وهنا طبعا بيبقى فيه الهاي فولتج جنريتور ده بيضرب في فاكتور، بيبقى الهاي فولتج ترانسفورمر بيضرب في فاكتور مثلا 1000، بحيث ان الفولتج اللي هنا ده يتحول بعد كده للفولتج اللي انا عايزه في الجزء اللي فيه تيوب. الميزه بتاعت ان انا بعمل الكلام ده هنا في اللو فولتج علشان يبقى السلكشن يبقى اسهل والسويتشنج يبقى اسهل. بيبقى فيه عندي برضو جزء تاني يعني مرتبط بيه، بيبقى بيسكلي بقدر اعمل بيه سلكشن للملي امبير اللي بيمشي في الفيلمنت. وطبعا زي ما احنا اتفقنا الفيلمنت بنقدر نختار من حسب السيلكشن بتاعنا، حسب السيلكشن هنا او هنا نختار اذا كنا نختار الجزء الاولاني او الجزء الثاني هو اللي يبقى ماشي فيه الكرنت، وبالتالي نختار السمول او اللارج فيلمنت. بيبقى في عندي قياس للكيلو فولت بيك من الناحيه بتاعه اللو فولتج، وانا عارف هنا الفاكتور كام فاقدر انا اعرضه بشكل سليم. بيبقى في عندي تايمينج سيركت. تايمينج سيركت دي بتخلي الفولتج اللي هنا يبقى موجود على الانبوت بتاع الهاي فولتج ترانسفورمر في الوقت بس اللي عايز اعمل فيه اكسبوجر. ده بيحدد لي بيسكلي الوقت اللي انا بعمل فيه اكسبوجر اللي بيبقى فيه عندي الانبوت للهاي فولتج جنريتور او هاي فولتج ترانسفورمر بيبقى موجود امتى وينتهي امتى، وبالتالي الاكسبوجر تايم بيبقى بيسكلي وقته قد ايه. في الجزء الهاي فولتج بيبقى بيسكلي بعد ما بكبر الفولتج اللي انا عملت له سيلكشن من هنا بعمل له ريكتيفيكيشن. هنا مثلا على سبيل المثال ده كده فول ويف ريكتيفاير، ده بحاجه زي البريدج كده اللي بقدر اعمل بيها فول ويف ريكتيفيكيشن، علشان لازم يبقى عندي الفولتج على الانود لازم اولويز يكون بوزيتيف، ولازم الفولتج على الكاثود لازم اولويز يكون نيجاتيف. ما ينفعش يحصل ريفرسال للكرنت اللي ماشي في التيوب، لان احنا بيسكلي احنا لازم الكرنت لازم الالكترونز تيجي من الكاثود من الفيلمنت وتخبط في التارجت اللي هو موجود عند الانود. لو حصل العكس يبقى معنى كده مش هيحصل جنريشن الاكس راي. احنا محتاجين دايما الالكترونز تبقى بروجكتايلز كده وتخبط في التارجت عشان تعمل لها جنريشن الاكس راي، ما ينفعش انها تبقى ريفرست. فبالتالي احنا هنا بنحط الجزء بتاع الريكتيفايرز اللي هنا اللي موجود عندي دي علشان تعمل لي موضوع ان هي تحول لي الفولتج اللي جاي اي سي هنا، لان ما ينفعش ترانسفورمر ينقل اي حاجه غير الاي سي. بيحولها لي بعد الريكتيفايرز دي بيحولها لي الدي سي علشان تخليه دايما الانود والكاثود يبقوا دايما بنفس البولاريتي، نفس الانود دايما بوزيتيف والكاثود دايما نيجاتيف. الكرنت ملي امبير بيتقاس اكشوالي من الكرنت اللي ماشي هنا، الكرنت اللي بيمشي هنا في التيوب، يعني اللي بيمشي من الكاثود للانود اللي هو بيبقى فعليا يعني بتكلم على الكرنت ماشي من الانود للكاثود بس الالكترونز ماشيه بالعكس. فبيسكلي بقى انا بقيس بقى الكرنت دوت بيبقى قد ايه، لازم اقيسه في الجزء دوت، ما ينفعش اقيسه في الناحيه الثانيه، نتيجه ان هو ده لازم يكون ان سيركت. زي ما احنا عارفين طبعا قياس الكرنت لازم يبقى ان سيريز مع الحاجه اللي انا بقيس فيها، لازم يكون ان سيريز جوه الدايره اللي انا بقيس فيها الكرنت.
فبالتالي لازم الملي امبير يتقاس في الجزء بتاع الهاي فولتج سكشن. الكيلو فولت بيك مش محتاجين نعمل كده، لان احنا بنقيسه يعني بنقيس نسخه مصغره منه، واحنا عارفين التكبير بيبقى كام، فبالتالي بنقدر نعرف هو بيساوي كام بالظبط. طبعا الكلام ده بيبقى في الاخر ده يعني ممكن يبقى في عندنا انواع ثانيه للجنريتورز، ممكن يبقى في عندنا لو بتكلم هنا الانبوت بتاعي هنا 3 فيز، يبقى معنى كده بيبقى في عندي ريكتيفاير شكلها اعقد شويه عشان تعمل لي 3 فيز ريكتيفيكيشن. لو بتكلم على ان يعني بعمل بقى هاي فريكوانسي جنريتور، بيبقى الدنيا كلها مختلفه خالص، بيبقى الطريقه اللي بعمل بيها جنريشن للسيجنال نفسها اللي انا بدخلها على الهاي فولت ترانسفورم بتبقى هاي فريكوانسي سيجنال، ودي مختلفه تماما عن الدائره اللي احنا بنتكلم عليها دي. فالدائره دي از ان اكزامبل للحاله الخاصه بتاعت ان احنا بناخد سنجل فيز انبوت وبيبقى في عندنا فول ويف ريكتيفيكيشن. الانواع الاخرى طبعا بتبقى ماتش مور افيشنت، طبعا دايما بنحاول لما احنا بنكون بنشتري جهاز ولا حاجه بنحاول نجيب الحاجه اللي الافيشنسي بتاعتها بتبقى اعلى، نتيجه لان كل ما خلينا الافيشنسي اعلى كل ما حسنت لنا في الكوانتيتي والكواليتي بتاعت الاكس راي بيم.